وجهدت جامد قوي وكان عندها جلد وكانت فولاذ، وادى للكره المصريه وادى لنادي المنصوره وشعب المنصوره كلها. فاحنا بنشكرك، تحياتنا لاهل المنصوره كلهم، تحياتنا للجيل الذهبي اللي متع الناس اللي ما زال في الاذهان لحد هذه اللحظه، ونتمنى ان احنا نشوف المنصوره زيها زمان، اهلي زمالك اسماعيلي ترسانه ان شاء الله، ترسانه كمان ربنا يكرمهم ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بشكرك وببعت شكر زملاتي كلهم للكابتن مصطفى عبده والبرنامج، وتمنياتي لك بالتوفيق ان شاء الله ودوام الصحه باذن الله. ربنا يخليك. احنا استنى بس، احنا بنرغي ما تقفلش، استنى. احنا كان في حاجه نسينا نتكلم فيها. ايه؟ الفقره بتاعت اللي انتوا كنتوا في نادي الشمس بت المنتخب. ده بتاع الساونه. ايه بقى يا حكايه نسينا دي؟ معلش الساونه. الساونه دي احنا كنا في معسكر قبل ما نروح الجزائر. فدخلنا الساونه وانا كنت قاعد مع انا والكابتن طابس الله يرحمه في المدرج الثاني بتاع الساونا بتاع نادي الشمس. كنا بنتمرن في ملعب نادي الشمس. فاحنا قاعدين، دخل مختار ودخل رمضان السيد ودخل مصطفى يونس ودخل حمامه. انت عارف حمامه بيهرج. فهو بيهرج فلمس الكهرباء بتاع السلك بتاع الكهرباء فالكهرب. ومعاهم مين؟ كابتن عبد الجليل الله يرحمه، كان مدرب الحراس المرمى. حراس المرمى. فاحنا فجأة لقينا ناس بتصوت وده بيضرب في ده وضرب. انا قاعدين انا والكابتن طه شايفين المنظر مش قادر تعمل حاجة. فجأة لقينا الكابتن عبد الجليل طاير اكنه طاير على كورة مثلا، طاير وراح ضارب رمضان السيد ومصطفى مطلعهم بره. اترمى عليه يعني؟ اترمى عليهم مطلعهم بره الباب عشان يبعدوا عن الكهرباء. لقينا شفت السمك اللي بيترمى بره البحر. رمضان مفرفر. فرفر رمضان جات له ازمه. يا ساتر. رمضان كان هداه مننا، رمضان السيد. وجات الاسعاف وخدوه المستشفى وعملوا له تنفسات، وكان يوم مخدون. انا قاعد انا والكابتن طه قاعدين مصدومين، مش عارفين تعملوا حاجه، مش عارفين حاجات بتحصل قدامنا، ما نقدرش ننزل. فربنا ستر، ربنا ستر وهيسترها معاك ومعانا. كده حلقتنا خلصت، على امل اللقاء بيكم وحلقه جديده من المجري.